اندماج مرتقب بين المجموعة السعودية وبتروكيم يرفع أسهم الشركتين. واشنطن تؤجل حظر تطبيق تيك توك أسبوعاً، وأمازون تتوسع في قطاع السيارات ذاتية القيادة عبر شركتها زوكس. أهلاً بكم في الأسواق العربية. أعلنت شركتا المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وبتروكيم بدء مناقشات مبدئية لدراسة جدوى دمج أعمال الشركتين. هذه هي المحاولة الثانية للاندماج بين الشركتين بعد محاولة أولى في العام 2011، والتي تم تأجيلها في ذلك الحين ريثما يبدأ الإنتاج في مشروع البوليمرات التابع لبتروكيم بنسبة 65%، مع الإشارة هنا إلى اتخاذ قرار العام الماضي خفض رأس مال مشروع البوليمرات من 4.8 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال فقط. وتمتلك المجموعة السعودية حاليا حصة 50% في شركة بتروكيم، وتقوم بتجميع بياناتها ضمن قوائمها المالية، وقد قفز سهم الشركتين بنهاية جلسة الأحد. بدأت شركات النفط العالمية بإخلاء العمال من بعض منصات النفط في خليج المكسيك تحسباً لوصول عاصفة استوائية جديدة بيتا، هي الثالثة خلال فترة شهر، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار اليوم الأحد. وقالت شركة رويال داتش شيل إنها ستخلي الموظفين غير الأساسيين من منصة بيرديدو في غرب خليج المكسيك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضبط أمن أجهزة الحفر المجاورة. أوكسيدنتال بتروليوم التي تعمل في نفس المنطقة أيضاً أخذت إجراءات احترازية مشابهة. أما شركة شيفرون فلم تقم بإجلاء الموظفين، مؤكدة أن لا تأثير للعاصفة على إنتاجها، علماً أنها تمتلك حصة مع شركة شيل في منصة بيرديدو. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق الذي تم التوصل إليه لبيع عمليات تيك توك في أمريكا بالرائع. جاء ذلك في سياق تمديد وزارة التجارة الأمريكية لمهلة تحميل تطبيقي تيك توك وويت تشات في أمريكا إلى 27 من الشهر الحالي، بعد أن كانت تنتهي اليوم. مع العلم أن الشركة الأم بايت دانس تطلب تقييما للشركة ب 60 مليار دولار بحسب مصادر بلومبرغ. وكان القرار يشمل أيضا حظر تطبيق ويت تشات، ويقضي بإزالة التطبيقين من متاجر التطبيقات ومنع قدرة المستخدمين الحاليين من تنزيل الإصدارات المحدثة من التطبيقين. وفي السياق نفسه، أعلنت شركة تنسنت هولدينغز تسمية تطبيق ويتشات وورك الخاص بها إلى ويكوم قبل دخول الحظر على عملياتها في الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحسب مصادر لوكالة رويترز. وقد قامت تنسنت هولدينغز بتسجيل العلامة التجارية الجديدة في 19 من أغسطس، علما أن ويكوم لا يقع ضمن نطاق الحظر المفروض على المعاملات المتعلقة بويتشات في الولايات المتحدة. في خطوة إيجابية لشركة أمازون، حصلت شركة زوكس التابعة لها على تصريح من سلطات ولاية كاليفورنيا لاختبار سياراتها الذاتية القيادة بدون سائق احتياطي داخل السيارة على بعض الطرقات. وكانت شركة أمازون قد استحوذت على شركة زوكس الناشئة في يونيو الماضي ضمن توسعاتها في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية. كما استثمرت أمازون 530 مليون دولار في شركة ناشئة أخرى هي أورورا إنوفيشن العام الماضي، وهي تعمل أيضا في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.